كاس عالم الانديه ما تبقاش في قطر ونشارك فيها وناخدها ان شاء الله. مين شبيه شايفه شبيه محمد صلاح في الفرقه بتاعته؟ ده شبيه. الشوط الثاني مين اكثر مين اللاعب اللي زعلني لما وقعت عليه وقتها؟ بص انا اي لعيب وقع عليه عقوبه فعلا والله العظيم بتضايق جدا مش عايز لان انا عارف واحد بص ايه مصر اهو ده غريب شكلها بقى ده جالي ده معترضين عليا وانا سعد انه ما اتكلمتش يا جماعه سعد انه انا ما اتكلمتش انا بس انت دول اخوات والواحد بيحب دايما اخوه يبقى احسن حاجه واحسن حاجه هتيجي من الالتزام وهي الحاجات الصغيره دي يمكن الواحد ما كانش بيعرف هو مكانهم ما كانش متخيل الالتزام والانضباط حتى في الثانيه في جزء الثانيه ليه اهميه جدا فدي اهم حاجه بتضايقني جدا فيهم وبحب ان انا يعني يمشي يبقى احسن واحد في الدنيا يعني انا عايز يبقى احسن واحد في الدنيا في الملعب وبره الملعب في اسلوبه الخاص في بيته نفسي يبقى بالشكل ده كلهم اي عقوبه بتيجي عليه بتضايقني بس غصب عنك لازم تعملها تاني مين شايفه شبيه محمد صلاح في الفرقه بتاعته؟ لا انا مش شبيه بص كلنا في مصر وانا واحد منهم انا معجب باللي وصله محمد صلاح وخطواته على المستوى الرياضي الانديه اللي لعب بيها بالشكل اللي وصل له حتى النادي اللي بيسيبه بيسيب فيه بصمه كويسه مع الناس مش فنيا لكن كمان اخلاقيا بالظبط وده بقى اللي انا كنت بقول عليه اللي انا عايز اخواتي دول او الفرقه دي كلها يضحك ويهزر وكل حاجه لكن يكون على المستوى الاخلاقي رقم واحد والالتزام وبعد كده بفكر بقى لحاجات ثانيه خالص سافر لمصر زيك سافر بص هو سافر لمصر وده سافر لاسرته وده سافر لاسمه وده سافر فكلنا سفره في كل حته لكن يعني انا بتمنى كل الناس اللي اعرفها وفرقتي تكون على مستوى اخلاق محمد صلاح وده اللي انا شايفه يعني فعلا انا شايف ناس كثيره جدا 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 على المستوى الفني لا احنا جوه نادي الزمالك في لعيبه كتير جدا تملك ان هي تلعب في انديه القمه في اوروبا. عينك تقع عليه لا ده بيتحرك غير مهارته غير بيجيب جوان بطريقه غير محمد صلاح كان فيه دروبات كتير في الاول. لو خدت بالك كان في المقاولين كان المفروض راح الزمالك قالوا له لا ما كانش باين انه سوبر ستار وهو صغير. هو فضل يشتغل ويعلى ويعلى لغايه ما بقى فعلا حاجه تشرف اي واحد. حتى لما راح بدا يروح فرق كبيره ما كانش بيلعب يعني لما راح تشيلسي كان قاعد وما لعبش وما خدش فرصته وبعد كده مشي راح روما كسر الدنيا والراجل ندم عليه وكان مورينيو كان واحد يعني مدرب كبير من احسن المدربين في العالم بس الاثنين مختلفين بس الاثنين في نفس الواي في حته سوبر ستار ومنضبط سوبر ستار ومنضبط فرق مع انديته وبيفرق مع منتخب مصر وفي نفس الوقت ما تسمعش عنه في مشكله او في بتاع فاهم الاثنين فيهم تشابه بس الفرق ده وصل وده وصل بطريقه مختلفه. احنا اكيد ما بنقفش بنجتهد وبنسعى عشان ناخد الاسباب ربنا يكرمنا ان شاء الله كل البطوله اللي خدناها عشان نلعب عليها عشان ناخدها ما بنمثلش نفسنا مشارك ان شاء الله متعبنا السنه دي ربنا يوفقنا واخدين بالاسباب ان احنا نقدر ناخد كل البطوله اللي فيها السنه ان شاء الله.